يوم القيامة لو علمت بهوله لفررت من أهل ومن أوطان. يوم تشققت السماء بهوله وتشيب منه مفارق الولدان. يوم عبوس قمطرير شره للخلق منتشر عظيم الشان. هؤلاء الناس يوم المحشر ينقسمون إلى قسمين، ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون، وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون.